السلام عليكم واهلا بيكم، اتمنى يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا الحلقه النهارده، عندنا النهارده حلقه بسيطه جدا ولكن مهمه جدا جدا ان حضراتكم تسمعوها للنهايه، لان هيكون فيها بديل علف جديد باقل التكاليف، هنطلع اوزان عاليه وكمان هناكلهم وهنشبعهم بدون اي تكاليف يا جماعه، وبحاجه بسيطه جدا متوفره عندنا كلنا النهارده هقول لكم عليها. طيب قبل ما نبدا الحلقه النهارده، انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وما تنسوش كمان ان المعلومه امانه وزي ما وصلتكم وصلوها لغيركم. طيب توصلوها ازاي؟ باللايك اللي حضراتكم بتعملوه، اعملوا لايك مهم جدا للفيديو ده علشان يترفع واكبر كميه من الناس يستفيدوا من الحاجه اللي احنا هنقول عليها النهارده، لان حقيقي بتطلع اوزان عاليه زي ما حضراتكم شايفين، هتوفر عليكم كمان كميه كبيره من العلف، يعني هنربي تسمين ابيض بدون كميه علف كبيره يا جماعه باقل التكاليف، كلها محاولات مننا ان احنا نطلع فرخه سوبر باقل التكاليف. طيب يلا بينا نبدا بقى كده نشوف النهارده هناكل الفراخ بتاعتنا دي النهارده وهتطلع طعمها اورجانيك باقل التكاليف، وكمان يا جماعه الاوزان بتتكلم عن نفسها زي ما حضراتكم شايفين، هنتكلم تفاصيل كتير جدا داخل الفيديو. انزلوا حالا اعملوا اشتراك لو لسه جداد علينا، ويلا حالا نبدا بقى نشوف الحاجه اللي احنا هنستخدمها النهارده هتكون عباره عن ايه، وهتوفر ولا لا، وهتدينا اوزان عاليه ولا لا. هنتكلم في الفيديو النهارده على تفاصيل كتير جدا، لايك الفيديو ويلا بينا حالا ندخل نشوف هنعمل ايه النهارده. طيب هنبدا بقى نحط على العلف ايه يا جماعه، وقلنا قبل كده العلف اساسي، احنا مش بنرفع العلف ابدا يا جماعه، ولكن احنا بنحط معاه حاجه تزود الكميه وفي نفس الوقت تدينا وزن عالي جدا. طيب ايه بقى الحاجه اللي احنا هنحطها النهارده يا جماعه؟ هقول لكم حالا، وهي بصوا شايفين معايا هنا كده، بصوا معانا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، هتلاقوا معانا بصل وبطاطس وجزر وبطاطا زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده اهو، كل الخضار ده يا جماعه مسلوق. طيب الخضار ده غالي؟ الخضار ده يا جماعه مش غالي، بس علشان ما حدش يطلع يقول لنا الخضار اللي انت حطاه ده غالي ولا غالي ولا اي حاجه يا جماعه، هتجيبوا كميه كبيره جدا من الخضار ده، لان الخضار ده يعني يعتبر اللي هو الصغير، يعني بيكون اللي هو السرده اللي في السوق او الحاجه اللي هي مش بتنفع يعني ان احنا ناكلها، فبتبقى رخيصه زي ما حضراتكم شايفين كده. لو لقيت البطاطس مثلا بيبقى فيها العيوب اللي حضراتكم شايفينها دي، بتبقى كمان صغيره فبيبقى يعني ملهاش سوق وبتبقى رخيصه مش غاليه. والجزر برده نفس الكلام اهو، يبقى عندنا هنا بصل وبطاطس وجزر وكمان بطاطا، طبعا البطاطا اساسي معانا على مدار الدورات اللي فاتت كلها. طيب عاوز اقول لكم على حاجه مهمه كمان يا جماعه، الميه اللي احنا سلقنا فيها الخضار دي احنا مش هنرميها، احنا هنحطها في السقايات يشربوها، لانها مغذيه جدا وفيها كميه كبيره جدا من الفيتامينات بقى اللي هي بتبقى اصلا في الخضار، فاهمين قصدي؟ يبقى الميه دي هناخدها نحطها في السقايات، هنزودها كميه من الميه وهنحطها في السقايات. كمان لو في سلات او اي حاجه ممكن تحطوا على الميه دي، تحطوا عليها معلقه كبيره من النشا وتحطوها في السقايات هيشربوها وهتبقى كويسه جدا. ممكن كمان تزودوا عليها معلقه من العسل، هتبقى هايله جدا جدا، هتعلي معاكم الوزن برضه، فاهم قصدي؟ طيب هنبدا بقى ان احنا نصفي الميه دي، مش محتاجينها، هنحطها في السقايات، وهنرجع بقى نشوف الخضار ده هنحط منه كميه قد ايه على كميه العلف. خلاص كده يلا بينا. عندنا هنا كمية العلف زي ما حضراتكم شايفين حوالي كيلو من العلف، هنبدأ ناخد شوية من الخضار اللي احنا سلقناه ده اهو، بالنظر كده هناخد حوالي مثلا كيلو من الخضار اللي هو المسلوق اللي حضراتكم شايفينه. بصوا الخضار عبارة عن ايه يا جماعة؟ الخضار عبارة عن جزر وكمان بصل وبطاطس وبطاطا، خلاص كده اهو. هناخد شويه حلوين كده، يعني حوالي مثلا نقول كيلو من الخضار اللي هو المسلوق، ما نكترش. لو انتوا اول مره تستخدموا الخضار ده يا جماعه يبقى ما تكتروش، حطوا كميه صغيره بحيث ان الفراخ تاكلها، وبعد كده تحطوا وجبه ثانيه على مدار اليوم، يعني ما تحطوش الوجبه كلها مره واحده بحيث ان هم ياكلوها الاول، وبرده تكونوا مجوعين الفراخ بتاعتكم يا جماعه، فاهمين قصدي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدا ان احنا نهرس بقى الخضار ده مع العلف وهنقدمه للطيور بتاعتنا، وهتشوفوا معانا الاوزان في نهايه الطبق اهو يا جماعه. هنبدا بقى ان احنا نهرس الخضار بتاعنا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، وبنكون مش سالقينه زياده، يعني بنكون سالقينه مثلا حوالي 3 ارباع سلقه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. هنبدا بقى ان احنا نكسره كده على كميه العلف
لما تيجوا تسلقوه يا جماعه ما تسلقوهوش زياده علشان يكون عامل زي قطع كده. ممكن كمان تقطعوه بالسكينه وممكن تهرسوه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه كده زي ما انا بعمل كده بايديا وخلاص يعني. ولكن ممكن برضو تسلقوه وتقطعوه بالسكينه هيكون برضو كويس جدا. قلنا قبل كده يا جماعه لما نكون بنعمل خلطه للفراخ واول مره ياكلوها يبقى لازم نجوعهم بحيث ان هم يبداوا يسحبوا في كميه العلف. كمان ما تكتروش الكميات، تحطوا كده العلف ما يعديش الساعتين قدامهم يا جماعه، خصوصا لما نكون عاملين الحاجات اللي هي الخلطات اللي حضراتكم بتشوفوها معانا دي، علشان بس ما تتخمرش في العلف وتضرهم. فاهمين قصدي؟ اهو نخلط كويس قوي الخضار مع العلف. عاوزه اقول لكم ان الخضار بقى فيه نسبه فيتامينات عاليه، فيه كمان طاقه، فيه الياف، فيه حاجات كتير جدا مهمه جدا ومفيده. وكمان العلف اللي احنا بنعمله ده يا جماعه بيخلي طعم الفراخ ما حصلش يعني. انتوا بقى اي فراخ انتوا بتشتروها او بتربوها على العلف الصافي دي حاجه ثانيه خالص يا جماعه، تعتبر كده فراخ اورجانيك. هي مش تعتبر اورجانيك، هي فعلا اورجانيك لان ما فيش فيها اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده، كلها حاجات طبيعيه احنا اصلا بناكلها، فحلوه جدا للطيور بتاعتنا. اهو خلاص كده يعتبر خلصنا بقى. هنقدم بقى كميه العلف دي للطيور بتاعتنا او للفراخ البيضاء زي ما حضراتكم شايفين. بصوا ما شاء الله عندنا هنا بقى كميه كبيره، يعني مثلا لو كنا حاطين كيلو من العلف بقى معانا هنا 2 كيلو. طيب هل الخضار اللي احنا جبناه ده غالي يا جماعه ولا اي حاجه؟ هتوفر كميه علف كبيره جدا وهتدينا نسبه اوزان عاليه جدا زي ما حضراتكم شايفين. على فكره عاوز اقول لكم ان انا ذبحت من الفراخ دي امبارح ما شاء الله كده، نقيت الفراخ اللي هي الكبيره اللي كانت دخلت في 3 كيلو وذبحتها ما شاء الله. اللي باقي عندنا النهارده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين تعتبر الاوزان الصغيره، ومع ذلك ما شاء الله عندنا اوزان هايله جدا. النهارده اليوم ال 32 في عمر دوره التسمين بتاعتنا دي، والاوزان زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بصوا يا جماعه تعتبر الفراخ لسه شكلها صغير زي ما حضراتكم شايفين، بصوا كده معانا من قريب. الفراخ يا جماعه مش كبيره ولكن الوزن هو اللي ما شاء الله حاجه كده معديه يعني. عاوز اقول لكم كمان الفراخ دي يا جماعه اللي سالتونا عليها، الفراخ دي قب، فبيبان ان شكلها صغير ولكن لما تيجوا تشيلوا كده الفرخه وتحطوها على الميزان بتتفاجئوا من الوزن اللي بتشوفوها على الميزان يا جماعه. غير الانواع الثانيه من الفراخ بيبقى شكلها كده كبير ولكن وزنها بيبقى ضعيف. القب يا جماعه لو هتشتغلوا تسمين اشتغلوا بالقب، كويس جدا، بيدي اوزان كويسه جدا وبيبقى عنده قوه تحمل، خصوصا في الشتاء بيبقى عنده قوه تحمل كده للبرد والكلام ده كله في الشتاء يا جماعه. دي نصيحه كده اخويه لو هتربوا ربوا اللي هو القب، بيفرق جدا. زي ما حضراتكم شايفين الفراخ بتاكل من العلف اللي احنا عملناه. عاوز اقول لكم ان انا ما كنتش مجوعاهم ولا حاجه، دي تعتبر الوجبه الثانيه ليهم لان انا فطرتهم من حوالي ساعه كده، فهم اصلا مش جعانين ومع ذلك برضو شايفين هم اصلا بينقوا الحاجه اللي هي الخضار اللي احنا حاطينه وبيسيبوا العلف. بصوا كده ركزوا يا جماعه اهو. اخواتنا بقى اللي بيقولوا ان الفراخ البيضاء مش بتاكل حاجه غير العلف، انتوا غلطانين يا جماعه. التسمين مع غلاء العلف اللي احنا فيه ده لازم كده نجرب كل الحاجات اللي ممكن نوفر بيها كميه من العلف، لازم نجربها يا جماعه، بس نجربها بطريقه صحيحه علشان برده ما ناذيش الفراخ بتاعتنا او دوره التسمين بتاعتنا. ما شاء الله احنا بنطلع اوزان هايله جدا في عمر صغير وكمان باقل التكاليف يا جماعه، يعني يعتبر كده بنوفر نص كميه العلف بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. حطينا نص كميه العلف خضار مشكل كده مسلوق، وقلنا ما تسلقوهوش قوي علشان يكون قطع بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه كده وما يعملش اسهالات برده للفراخ بتاعتكم. ممكن كمان لو انتم خايفين من الاسهالات يبقى تحطوا معلقه نشا على الخلطه دي، او تحطوا معلقه نشا مثلا على الميه اللي احنا سلقنا فيها الخضار وتحطوها في السقايه هيشربوها والدنيا هتبقى تمام. الخضار يا جماعه ده مش هيعمل اسهالات ولا حاجه، ولكن انا بقول لو انتم عندكم اصلا اسهالات يبقى حطوا نشا على الخلطه دي. فاهمين قصدي؟ عاوز اقول لكم ان الخلطه دي كويسه جدا جربوها، بس المهم ان انتوا ما تحطوش كميه كبيره وتسيبوها طول النهار او طول الليل مثلا علشان بس ما تتخمرش وتعمل مشاكل في امعاء الفراخ بتاعتكم زي ما حضراتكم شايفين. طيب احنا العمر كام يا جماعه؟ النهارده قلنا النهارده اليوم ال 32 في عمر الفراخ بتاعتنا، ما شاء الله استخدمناها من امبارح
اول امبارح وقبلها بيومين كنا مستخدمين البرسيم مع البطاطا، وطبعا حضراتكم عارفين ان احنا اصلا شغالين بالبطاطا من عمر تقريبا العشرين يوم او الواحد وعشرين يوم بنبدأ نحط كمية من البطاطا نص كمية العلف، فاهمين قصدي؟ علشان الاسئلة دي بتجيلنا كتير لاخواتنا اللي هما بيبقوا لسه داخلين على القناة جداد بيسألونا انتوا بتستخدموا البطاطا من امتى؟ بنستخدمها من بعد العشرين يوم يا جماعة، فاهمين قصدي؟ طيب استخدموا يا جماعة الحاجات اللي احنا بنستخدمها دي، صدقوني بتوفر كمية كبيرة من العلف، بتديكوا اوزان هايلة. طبعا الاوزان بتتكلم عن الكلام اللي انا بقوله بفضل ربنا، ولا عندنا امراض ولا عندنا اي مشاكل في المكان زي ما حضراتكم شايفين، ولا الحاجات اللي هي بدايل العلف دي بتعمل اسهالات زي ما الناس بتقول، ولا التسمين بس بيعتمد على العلف، ولا الكلام ده كله يا جماعة انتوا غلطانين. لو اعتمدتوا على العلف صدقوني في غلاء العلف ده مش هتربوا ومش هتعرفوا تاكلوا حاجة نظيفة. وعاوز اقول لكم كمان ان اسعار الفراخ البيضة يعني تقريبا كده اتجننت وبقت للاغنياء فقط، فليه احنا اصلا نشتريها بالسعر ده؟ فاحنا نربيها وهنطلع اوزان كويسه جدا. وكمان لو احنا عاوزين برضو نعمل مشروع في بيتنا او عندنا مكان صغير في البيت ممكن كمان نعمل اكتفاء ذاتي، وممكن كمان نوفر منه فلوس برضو ونربي، بدل ما نربي مثلا 20 لا نربي 50 ونعمل اكتفاء ذاتي ونبيع من الفراخ اللي احنا ربيناها، وبرضو هنكسب زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه. التربية مش صعبة ولا أي حاجة، كل الحكاية بس إن هي محتاجة تشغيل دماغ، ما نعتمدش على العلف بس يا جماعة. العلف غالي ولو اعتمدنا عليه ولا هنربي ولا هناكل ولا هنعرف نشتري الفراخ في الأسعار الصعبة دي. النهاردة تقريبا الفراخ النهاردة في المحلات في بعض المناطق ب 80 جنيه وفي بعض المناطق ب 75 جنيه، يعني الأسعار صعبة جدا يا جماعة وإحنا داخلين على رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. اللي عنده كتاكيت يحافظ عليها من البرد يا جماعة، لأن في فيروسات كتير جدا بتنتشر في الشتاء كلنا عارفين، فخلي بالكم من الطيور بتاعتكم، التهوية تكون مظبوطة، الفرشة نظيفة، تحافظوا على الإسهالات، لأن الإسهالات هي الحاجة الوحيدة أو أكبر عدو للوزن يا جماعة وتفاوت الأوزان ونقص الأوزان والكلام ده كله. بس كده، ده كان الفيديو النهاردة بجد من قلبي، أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة. لو بتستفادوا من الفيديوهات دي اعملوا لايك للفيديو علشان غيركم كتير يستفيد، ويخليكم دايما كده فعالين في الخير، وأتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جدا لتعليقاتكم الجميلة، شكرا لكل إخواتنا من مصر ومن الدول العربية، سعيدة جدا بوجودكم معانا، بتمنى لكم جميعا التوفيق، استنونا في حلقة جديدة.